صباح النور، صباح الخير. كم تدو حبيبي النشاط الحيوية والطاقة الإيجابية، كنتمنى تكونوا صبحتوا في أحسن الأحوال كيف ديما انتوما وحبابكم وكاع اللي كتبغيو. ما يجري قدامي صافي مثل البنار وانا قضيت ايامي. ايوا احبابي، ميمكنش ما نهضروش على الاخبار اللي كاين ديرنييرمون، وهو القرار اللي اتخذ البارح في منتصف الليل، وهو منع السفر بين المدن مع انه عيد الاضحى، وهذه حاجه لا يمكننا الا ان نتاقلم معها. قدر الله وما شاء فعل. صافي مثل البلار وانا قضيت ايامي، لانه كاينين اكراهات وكاينين توجور اولويات في الحياه، لانه كيف ما هما ارتأوا انه صحه الانسان فوق كل شيء، وبطبيعه الحال الصحه هي الاولى. مثل البلار وانا قضيت ايامي، عطشان كوي بالنار. هاد الشيء باش كتفطروا؟ كاين شي فطور مدخن، كاين شي بغرير، شي مسمن، شي ملاوي شي محراج. بالصحه والراحه، اللي تيفطر بالصحه والراحه واللي غادي يخدمتو الله يسهل عليه، واللي تيوجد لوليداته الفطور بالصحه والراحه، انت وليداتك. ما ترضى حتى تجاوب، قلبي بحبك دايب، فيها عجايب انصايب بالله عليك، مكوي بالنار. ان شاء الله تكون بدايه اسبوع موفقه عليكم كلكم ان شاء الله احبابي، واللي عنده شي امر الله يقضيه له، الله يسهل له فيه، وتفائلوا بالخير تجدوه في اي حاجه في الحياه. هكا خاص الانسان يكون، لانه احنا خلقنا في هذه الحياه كي نصارع من اجل العيش. بطبيعة الحال هذا الصراع ما يمكن يكون إلا بالتوكل على الحق سبحانه وتعالى 100%. إذن خليوها بيد الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نصيحة اليوم أحبابي، وهي تشربوا الماء بزيد. الناس اللي بغاو يرفعوا من معدل حرق الدهون او ما يسمى بعملية الايض، عليكم بشرب الماء بزاف بزاف، حتى 3 لتر اونس بار جوغ في النهار. يا جودي ما معايا يمشي وخطر قدامي خيالو، اللي ما يرحمش بلايا ما يرجع ليا سلامي خيالو. بغض النظر على انها معلومه علميه طبيه، الا انه فريمون انا جربت هذه القضيه ديال الماء، هذا الريجيم الجميل ديال الماء. كنشرب حتى 3 لتر ونص 4 لتر ديال الماء في النهار، وصادون ان بون ريزولتا، كتعطي نتيجه زوينه بزاف بزاف بزاف. جربوه وردوا عليا الاخبار. كنتمنى تكونوا ديما في صحه جيده، وانتم كتصنتوا لاشين ديالي، وخليكم ديما اوفياء. كانت معكم جالي جوجوشان، تبارك الله عليكم حبايبي، صباحكم مبروك. بالنار وعطشان مكوي بالنار.